السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة هنعمل طبعا الأكلة ديت أكلة حلوة وتنفع لعزومتها رمضان إن شاء الله. اللهم بلغنا رمضان. زي ما انتم شايفين كده عندي انا هو الصبج، لحم مفرومة عليها بصل عليها ثوم عليها فلفل. هبقى اعملها لوحدها في يوم. وهنا هو دي كوسة حطيتها غلوة عشان طبعا مستعجلة على الغدا، ما كنتش فاضية اصور وكده، فقلت اقولها لكم ايه بعد ما عملت. هنا هو دي حطيتها غلوة واحدة بس كده، هو ده البوتاجاز سلقتها يعني في قلب مية مغلية، وحطيت لها شوية ملح. وطبعا التوابل كلها في قلب اللحمة، التوابل اللي انت عايزاها، وطبعا اولهم الفلفل الاسود. وهنا هو ده البشاميل اهو جاهز زي ما انتم شايفين اهو، اهو لسه منزلاه مع النار سخنة اهو. وحطيت لتر لبن وتلات معالق دقيق، قلبتهم كويس. ده البشاميل السريع، وعليهم معلقة اللهم صل على النبي معلقة نشا علشان لما اجي احطه يديني الوش كله لون واحد، ما يبقاش مبقع حتة محروقة وحتة بيضة. خلاص. وطبعا ايه تبلته بالفلفل الابيض والملح. وانا هو دي الصينية بتاعتنا، دهنتها سمنة اهو زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه بقى؟ هنحط هنا هو جزء من البشاميل كده هو الصينية في القعدة تحت. طبعا هبقى اعمل لكم البشاميل ده في يوم كده هو لوحده، بس عشان انا مستعجله النهارده فايه قلت ايه اخلص حالي وبعد كده اوريكم الحاجه هي وايه هي وجاهزه. كده هو حطينا اهو طبقة من البشاميل حلوة كده هو، نغطي القعدة حلوة بالبشاميل طبعا. وفي هتدهنوها بقى زي بتدهنوها سمنة، انا دهنتها سمنة عشان السمنة بتدي طعمها حلو للأكل. سمنة زبدة اي حاجة بقى اللي انتوا عايزينه متوفر معايا اهو. خلاص كده هو عملت القعدة اهو، مليتها اهو بالبشاميل اهو، حتى ابتدى يجمد اول ما نزلت على الصينية عشان الصينية ساقعة. وهنعمل ايه بقى؟ هنحط عليها هنحط طبقة من الكوسة، الكوسة او القرع زي ما اخوانا العرب بيقولوا. هنحط اهو نص الكوسة حطيناها هنا او القرع اهو، فردناها اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، اهو نفرد كده اهو كويس. طبعا انا سلقت هنا الكوسة عشان نوفر في النوعين، طبعا احنا بنوفر في كل حاجة بالذات النوعين في الساقعة، يبقى الواحد ايه قايم يغسلها بالعافية. سلقت هنا الكوسة احنا بنرص كده هحكي لكم. سلقت هنا الكوسة وبعد ما خلصتها فضيتهم، روحت حاطه في نفس الطاسة عملت العصاج. وهنا دي طبعا حلة اللبن ديت كنت انا غالية فيها اللبن وعملت فيها البشاميل عشان ما نوسخش مواعين كتير. هنحط لها بقى اهو، خلاص رصينا اهو الكوسة، هنرش عليها بس رشة كده صغيرة من البشاميل عشان لما نيجي نقطعها تطلع الحتة بحتتها، ما تتبهدلش مننا وما تبقاش مفرفكة من بعضها اهو كده هو زي ما انتم شايفين كده.
عشان تبقى ايه متماسكة. طبعا يبقى شكلها حلو واحنا بناكلها. هنا اهوت بقى هنجيب هنا اهوت اللحمة حطيناها اهو. حط بقى طبقة اللحمة اللحمة العصر فقلب الصينية تصاتيل مش قادرين. هنا اهوت بقى هنفرد بقى كده اهو. طبعا دي من اكلات رمضان واكلات العزومات رمضان، هي المكرونه البشاميل والكوسه. والكوسه اللي هي اللي هي المراكب اللي بتبقى انصص برضو محشيه لحمه مفرومه، والبطاطس كذلك. هبقى اعمل لكم كل الحاجات ديت عشان نبقى مستعدين ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، نبقى جاهزين وعارفين ايه اللي بيتعمل في اكلات رمضان وعزومات رمضان. اهو كده اهو نفضيهم بقى كلهم. انت بقى على حسب الصينيه اللي انت عاملاها هتحطي هتعملي العصاره، يعني هتشوفي هتعملي ربع كيلو ونص كيلو لحمة، والزيادة هيتشال في الفريزر. حتى لو طلع زيادة يعني مش هيخسر، هتاكله كده هيتغمس كده هو وقت زنقة كده هو ما فيش اكل ولا حاجة، هيتاكل كده على طول. اهو برضو هحط لها برضو ايه رشة بشاميل كده. ابتدى هو يتماسك، لما ابتدى يبرد ابتدى يتماسك اهو. بعد كده هنحط ايه، هنحط الطبقة التانية من الكوسة. طبعا دي متبله، انا متبلاها في قلب ميه السليق اللي احنا كنا سلقينها فيها. هنفرد بقى كده اهو فرده حلوه كده، ما نخليش بقى اللحمه باينه عشان ما تتلصقش مننا احنا. وايه هي بتستوي طبعا انا ما سلقتهاش على الاخر، هي برضه لسه نيه يعني تعتبر نص سوا، بس عشان تبقى ايه نزلت الطعم اللي هو مش حلو ده بتاع الكوسه. لما بتتسلق بيبقى ليها طعم كده هو ده الميه بتاعتها، فاحنا منها نزلنا الميه علشان ما تبقاش طريه قوي، تبقى نزلت ميتها ديت وفي نفس الوقت تبقى متماسكه بقى ايه ما تبوظليش البشاميل وتخليه طري قوي لما نيجي نقطعها ما تبقاش حلوه. طبعا احنا خلاص كده هو ده رصينا اهو، رصينا اهو الصينيه. هنحط بقى البشاميل حله سخنه طبعا، وطبعا هنا هو ده البشاميل دوت احنا متبلينه كويس عشان خاطر تبقى كل حاجة متبلة وكل حاجة طعمها حلو. هظبط انا بقى الصينية كده هوت واظبط البشاميل واجيلكوا بقى. خلاص انا اهو صبيت اهو البشاميل عليها ونعمل كده اهو نفرد كده. نفرد كويس
هو نفس البشاميل بتاع المكرونة البشاميل او اي حاجة بالبشاميل. هو غطيناها كلها اهو بالبشاميل زي ما انتم شايفين، وهتطلع احلى صينيه كوسه بالبشاميل ان شاء الله. هحطها بقى في الفرن. هي كل حاجه فيها مستويه طبعا، بس الكوسه هي اللي عايزه تاخد بس سنه، يعني تعتبر هي نص سوا، هتستوي على طول في قلب الفرن. هدخلها ولما ان شاء الله تستوي هاجيلكم. رجعنا تاني بعد ما خلصت اهو الصينيه. اهو عطت لون بامبي جميل، بس هي الحته دي بس هي اللي كده احمرت قوي عشان خاطر النار كانت فوقيها عاليه قوي، الشعله بتاعت الفرن الشوايه. فطبعا اهو زي ما انتم شايفين احلى اكله لعزومات رمضان. اذا عجبتكم اكلتي وطبختي ما تنسونيش باللايك، ما تبخلوش عليا فيه عشان ده برضو مهم بالنسبة لنا. وطبعا خلاص كده انتهينا من الأكلة، شايفين اللي مشتركش طبعا في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.